نجوى الرزقي من مواليد 7 جان في 73، معناها عملت 40 سنة تو بالضبط. متحصلة على الأستاذية في اللغة والأدب العربية من كلية رقادة القيروان، متزوجة، أم لزوز وليدات، سجينة سياسية سابقة ومعطلة على العمل إلى حد الآن. وأنا طالبة سنة ثانية عربية، وقتها ما زلت صغيرة تقريبا 21 سنة. أول ما دخلت للكلية هذه معناها جلب انتباهي المناضلي الاتحاد العام طلبة تونس والمنظمة هذه، فانخرطت في النضال معهم، لكن ما تحملتش حتى مسؤولية نقبية. كنت نصيرة من أنصار الاتحاد العام لطلبة تونس، وكذلك نصيرة للاتحاد الشباب الشيوعي التونسي. نتفكر 1 نوفمبر 1994، وقتها جاءوا مجموعة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس على أساس أنه وقتها محمد الشرفي جاب مشروع متاع تكرتيش في المرحلة الثانية، وسميناه من وقتها نظام الخراتيش اللي هو الفصل 72. فالاتحاد العام طلبة تونس دعا التحرك في شكل إضراب عن الدروس من أجل التصدي وإسقاط الفصل هذا لأنه ما يخدمش مصلحة الطلبة. صباح الطلبة الكل في الكلية ما دخلناش نقراه، بعد تطور شوية الإضراب هذايا وتحول إلى اعتصام داخل ساحة الكلية. العميدة وقتها تكلمت في مضخم صوت، قلت تخليوا الكلية معناها فورا، وإلا راهو في ظرف 5 دقائق البوليس باش يدخل وباش يفرق الجماهير متاع الطلبة اللي موجودة في الساحة. وبالفعل تدخل البوليس بشكل شرس وقام بقمع الطلبة وتفريقهم بالمتراك، ثم صارت تعزيزات كبيرة فيهم على المطار، على المطارك الكبار، فيهم على الحصنة، فيهم جابوا الكلاب، جابوا سيارات. الحقيقة أول مرة ناديتها معناها كأنها ما كانتش في تونس، ما نعرفهاش. اللي لابسين باللكحل، اللي لابسين بالأخضر ومبقع، معناها فصائل الحقيقة ما نعرفش منين جابوها. وقعت معناها مداهمة المبيت الجامعي رقادة، وخرجوا البنات الكل كانوا يعيطوا في مضخم الصوت، البنات الكل يهبطوا يخليوا الغرف نتاعهم، واللي ما تهبطش تتحمل مسؤوليتها. وقاموا حتى بمداهمات تكسير البيبان وخرجوا طالبات من الفوية، حطونا في الساحة متاع المبيت في شكل صفوف، وكان البوليس السياسي والأمن الجامعي مع بعضهم يختاروا في الوجوه البارزة واللي يعرفوها تتحرك واللي يعرفوها تناضل داخل الجامعة. كنت أنا منهم، نتذكر كما توا الوجه مميز نعرفوه، جبدني من شعري وبقى يكركر فيها حتىش ممكن حكيت 10 متر يكركر فيها من شعري للي وصلني للأمن الجامعي. في الأمن الجامعي نلقى مجموعة كبيرة من الطلبة اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، فيهم مناضلين للاتحاد، فيهم رفاقنا، فيهم بعض الأصدقاء، وفيهم طلبة ما نعرفهمش بالكل. وبالطبيعة في الأمن الجامعي بعد جابوا عفاف وبدأوا. وقتها الإحساس اللي جاني إن إحنا وليمة وكل حد يحب ياخذ نصيبه في هالوليمة هذه. معناه وبدأ الكلام الزايد من الباب باش تعملوا لنا فيها مناضلين وكلام زايد. نتفكر اللي واحد منهم كان يلبس باللكحل، يبدو لي وقتها معناها واحد التدخل ولا حاجه كيما هيك، اسمر طول بدا يضرب فيه على وجهي وعلى ساقية بالمتراك، ومن بعد شد المتراك هزها في يده ومعناها واشار للنصف الاسفل وقال لي هذه توا نعمل لك بها معناها حاجات خايبه. وبداوا الحقيقة المصور اللي رسخت في ذهني أني الرفيقة عفاف كانت بصحتها شوية وأنا ضعيفة وذميمة مسكينة، معناها كل ما تجي أنا فيها ضربة تلاقي هي روحها والضربة الكبيرة تجي فيها هي، معناها اللي كليته عفاف ضرب أكثر من اللي كليته أنا، معناها كانت تحاول تحميني بحكم أن هي أكبر مني وعندها تجربة أكبر مني وأنا ما زلت صغيرة، معناها وهشة نعتبر هشة بالمقارنة مع عفاف بن نصر.
بقينا مدة ساعة تقريبا ولا ساعتين، من بعد وقع ترحيلنا لمنطقة الحرس الوطني على متن سيارة معناها مدنية، نتفكر ما فيها حتى بلاكة حتى سيري، ما فيهاش سيري، وهما هزينا الكهرباء واقفة بعيد شوية، فما زوز صفوف متاع كلاب من اللي جابوها الكلاب هذوما، معناه يحاولوا واحنا متعدين ماشيين الكهرباء يقربوهم كل مرة هكي يقربوهم بشوية، وكل الكلاب ينبحوا ويحلوا في فمهم، معناها الحقيقة حالة متاع رعب، معناها أنا وقتش نخمم نقول كانت سايب عليها، معناها يكني في فم واحد الحقيقة الكلب هذاك، وكلاب مدربة معناها وظاهرة أنهم يحبوا يرعبونا قبل ما يهزونا للمنطقة وتبدأ مرحلة أخرى متاع تعذيب. في المنطقة استقبلونا معناها استقبال السجناء السياسيين ولا الموقوفين السياسيين بامتياز، العسي الكلام الزايد تو نوريوكم وانتم عاملين فيها مناضلين، والله الا من نحولوكم القوادة للتجمع وقوادة للبوليس، دونك وحطونا في قاعة كبيرة، معناها العدد كان انا نقول لك 100 واش اكثر من 100 150، معناها القاعة كي دخلت انا وعفاف نلقوها معبية وجوههم الكل للحيط، فهمتني، وكل مرة ياخذوا عنصر يهزوه ما نعرفوش وين يهزوه، من بعد فهمنا اللي هما كل عنصر يهزوه يعذبوا فيهم، ما نعرفش الوقت وقتها ماشي الوقت ويتقدم تقريبا حكاية نصف الليل ولا أكثر، هزونا قالوا باش نعشيوك، فهمني، والحقيقة كان عشاء قمقوم، معناها دخلوا علينا بالضرب، معناها أنا ربطولي يدي التالي على الكرسي ويضربوا فيه على وجهي، يضربوا على وجهي عصي متاع حديد شكل متاع مصر أخشن شوية على راسي، للي حسيت حاجة باردة من خشمي هبطت، وحسيت الدنيا تدور بيا الحقيقة، نحس في السقف من اللوطة والقاعة من فوق، ودخت من بعد كي فقت نلقى الكل مبلولة بالماء يدور لي فيقوني، معناها أني دخت وهما فيقوني، وبقينا معناها في الإيقاف 7 أيام، نهار الثامن 7 أيام بالطبيعة كل يوم يجوا يخرجونا، معناها نلقاو محضر حاضر. الهاجس متاعهم معناها زوز حويج، شكون معاكم اللي يحبوا يعرفوا شكون معانا، وشكون خطط، وفما الاجتماع هذاك اللي صار في الليل اللي هو اجتماع سري مع عناصر المكتب التنفيذي، احنا حضرنا فيه وانا اسونسيال ما حضرت فيه ولا ما حضرتش. الحاجة الثانية اسماء، واسماء الحقيقة معناها عندها وزنها في البلاد، لا علاقة لها بالاتحاد العام طلاب تونس، سألوني مثلا من ضمن الأسماء اللي بقات حمل همامي، معناها شنو علاقة اتحاد الطلبة وقتها بحمل همامي، ما نجمتش نعمل الرابط وقتها. سألوني على عبد المؤمن بالعانس، سألوني على محمد الهادي ساسي، سألوني على الأسماء اللي من بعد عرفت إن هذوما معناها كوادر في حزب العمال، شكون نظم، معناها شكون وراكم. الحقيقة أنا اخترت طريقة للمقاومة وللتصدي للأسئلة هذه اللي تنجم بعد توصلني للاعترافات أخرى، ما نعرفش، وديما معناها في المخيال الشعبي وديما أمي تقول لي كلمة لا ما تجيب بلا، دونك ما نعرفش، ما ريتش، ما اجتمعتش، ما عندي حتى علاقة، وجدت صدفة في ساحة الكلية، معناها الإنكار كان هو الوسيلة اللي ندافع بها على روحي. ومع ذلك انهم عملونا محاضر جاهزه تقريبا، ومحاضر بنفس الديباجه موحده للطلبه الكل، ويلزمنا احنا نصحوا 8 أيام، معناها نفس الاسئله ونفس معناها التعذيب ونفس الاسماء اللي يسالوا عليها، وصحوا، رفضت معناها اني نصحح على محضر انا ما طلعتش عليه. بون بعد في اخر نهار، النهار السابع، معناها حطوا لي يدي وبداوا يضربوا فيه على يدي باش نصح بالسيف، وهم علاش هذا؟ لانهم المحامين في بعض القضايا السياسيه الاخرى ولا قضايا الاتحاد العام طلب تونس فاقوا المحامين انهم البوليس يصحح في بلاصه الموقوف، معناها يقع هو اللي يمضي، دونك يولي يشدوا اليد ويصح بالسيف، فصححت بالسيف بعد ما عندي كسر في يدي، معناها جراء الضرب عندي صبع معناها صغير اللي هو زاد تكسر، وبقى حتى بعد ما داونيش بقى معناها برا أعوج. تحكمنا نهار 14 جويلية، المحاكمة هذيك من الحوايج اللي نتفكرهم وهي جاتني كأنها كاريكاتير الحقيقة، في وسط محكمة دايرة كلها
معناها بالعوان محروسة، معناها حراسة مشدة، الطلبة الأولاد مدخلينهم بالمسلسلين ومدخلينهم تحت سلاح، معناها شادين عليهم الشطاير في وسط الواحد في وسط الكلوار متاع المحكمة. معناها الحقيقة جاتني قلت أنا الطلبة هذو مش عندهم، معناها خلاف الأفكار اللي في ذهنهم، معناها غير عندهم سلاح، معناها يهدوا الأمن العام بالشكل هذا. وحزت في نفسي أنه معناها طالب يسجن فقط لأجل أفكاره، معناها وكانت حزت في نفسي واعتبرتها أقصى درجات التعذيب أنك ما ترتكب الجريمة، لكن تحس فقط لأنك تفكر وتفكر معناها بشكل مختلف على النظام الموجود وقتها. تحكمنا في سوسة، وإحنا وقتها في سجن المسعدين بقينا شهرين، وبعدها زونا المنوبة. سجن المنوبة هذا سجن كما يقول أحد الأدباء رائع ومريع، معناها تنجم تشوف فيه الأنواع متاع الجرائم الكل، وتحس أنه تونس واحد أخر، معناها هي تونس صغيرة، كأنك شديت تونس صغرتها على سلم ماء وحطيتها في وسط حيوت، معناها بالحق كانت حاجة تلفت الانتباه. اللي يلفت الانتباه زاد في الحبس متاع منوبة المعاملة السيئة للسجينات الإسلاميات اللي لقيناهم الغادي. الحقيقة كانوا يحاولوا يذلوهم ويحاولوا معناها يقمعوهم، حتى في أنهم يأكلوا مع بعضهم، حتى في أنهم يقوموا الصباح يصليوا الفجر، حتى في أنهم يتعاملوا مع سجينات الحق العام، يمنعوا عليهم منعا باتا أنهم يتعاملوا مع الحق العام. الحاجة الأخرى هي التحية متاع العوان، أن وقت يشدوا الصباح الصف باش يحسبوهم، لأنه في السجن كل صباح يجي ويحسبوا المساجين، معناها باش تبدأ الحسابات نتاعهم مضبوطة، فماشي واحدة هربت فماشي كذا، يفرضوا عليهم التحية. فمن احنا الحقيقة أنا وعفاف رفضنا أن نحيوا، ومعناها هرسلونا من أجل الحكاية هذه، لكن في الآخر ما حييناش، ما كناش نقبلوا أن نحيوا. الحبس هذا معناها الحقيقة فيه أطفال، من أهم الحوايج أنه فيه أطفال، يا إما تولدوا في الحبس وإلا دخلوا مع أمهاتهم هما رضع. معناها الأطفال هذوما الحقيقة وقت اللي نتفكرهم يمكن ننسى اللي أنا تسجنت، ولا أني أنا صارت لي حويش خايبة في الحبس، ولا حتى في الإيقاف، ولا اللي هو الوليدات هذوما واعيين أنهم موجودين في الحبس وما يعيشوش طفولة عادية. الحبس هذا عديت فيه عام واش، ومن بعد خرجنا أنا وعفاف فرد نهار 2 مارس 97، كي روحت وقفوني ومعناها وحبوا يخضعوني للمراقبة الإدارية. هي الحقيقة أنا ما عنديش حكم تاع مراقبة إدارية، هي مراقبة أمنية اللي هي من مشمولاتهم هما، معناها أنا باش هما يراقبوني يلزمني نبقى في الدار ونمشي نصح الصباح ونصح العشية. رفضت وما كانتش عندي الإمكانية أني نكمل نعيش في دارنا، لأنه بابا رجل كبير وأمي كيف تعبوا برشا وهرسلوهم برشا، وحتى خواتي معناها صارت لي حتى قطيعة بيني وبين خواتي للاعتبارات هذه. قمت بإضراب جوع على أثر تمكنت من العودة للجامعة أو الترسيم من جديد، وأنا الرسم باش نرجع للنقرة تصير حادثة أخرى اللي هي القضية متاع 98 والهجمة الشرسة على حزب العمال، واللي وقتها اضطر معناها حمى الهمامي وعبد جبار المدوري اللي احنا تزوجنا بعد السجن، وسمير تعملة وعمار عمروسية وقتها انهم يدخلوا للسرية باش يكملوا يناضوا، وبدأت وقتها مرحلة اخرى متاع تعب. في مارس 98 مارس 98 تقريبا شهر ونص تقريبا مقدام عمره، وقفوني في المنطقة متاع باب سويقة ومقدام معناها تجي حالة متاع تعب شوية وطلعت له سخانة، فرفضوا انهم يهزوه للسبيطار، وتعب برشا والسخانة ما حبش تهبط له، دونك قطعت بعض من الحوايج متاعي ونبل فيهم بالماء ونحاول نطيح له السخانة. ومن وقتها معناها بقات الدار مراقبة 24 ساعة على 24 ساعة. المؤلم في الحكاية انه ام عبد جبار توفيت وهو في السرية،
وما تمكنش باش يحضر الدفينة متاعها. الدفينة متاعها نتفكرها البوليسية اللي بزي ولا بزي مدني كانوا أكثر تقريبا من اللي جاوي عزيب، معناها المقبرة كانت مسركلة، الدار متاعنا كانت مسركلة على أساس أنه عبد الجبار باش يجي وباش يتمكنوا من أنهم يشدوه، لكن عبد الجبار بطبيعة ما جاش وما تمكنش أنه يفارق أمه، معناها في اللحظات الأخيرة. معناها حبيت نقول اللي أم عبد الجبار هي مريضة صحيح، لكن أنا نعتقد ومن معناها عيشتي معها لأنها كنت بلازمتها في الواحد في الدار، الهرسلة متاع البوليس والمداهمات الليلية متاعهم بالسلاح وباللي متراك ماضي ساعتين متاع الليل ولا نصف الليل ولا معناها أوقات متأخرة ساهمت في تعجيل بالموت متاعها. هو الحقيقة كي نحكوا على عدالة انتقالية من أهم الشروط متاعها هي كشف الحقيقة اللي هو ما صارش تو. كشف الحقيقة أنا نعطيك مثلا أرشيف البوليس السياسي وما يعنيه أرشيف البوليس السياسي. التوى الحكومة هذه ترفض أنها تفتحه، وأنا نتسائل علاش ما تحبش ترفض، علاش ما تحبش تفتحه تو. كي نحكي ونقوله أرشيف البوليس السياسي راهو فما ناس ما صحيح ما شدتش حبس وصحيح ما معناها ما موقعش الزج بيها في السجون وما تحكمتش، لكن راهي حياتها الكل بقات ملاحقة ومهرسلة ومهدة في معناها في قوتها وفي حياتها، مش هي مش الشخص معناها هو برك، هو وعائلته وولاده، معناها كسياسة العقاب الجماعي اللي كان يتوخاها البوليس السياسي، الناس هذوما علاش توا ما نحاسبهمش؟ وهنا تجي المحاسبة. انت تحكي لي توا على مصالحة، ما نجمش انا نصالح ولا نحكي على مصالحة والمحاسبة ما صارتش. كي نحكوا على مصالحة راهو يلزم فما موازين تاع قوى، انا باش نجم نسامح وننسى راهو يلزمني زاد تكون عندي القدرة اني نحاسب، فهمت؟ وهنا موازين القوى مختلة معني. فما انا نحكي لك على الاتحاد العام طلبة تونس، ثم مناضلين لحد الان معناها للساعة هذه معطلين على العمل، معناها وقع فرزهم في المناظرات امنيا، معناها الدوسيات نتاعهم تفرزت في سواء في الكاباس ولا غير الكاباس، معناها في المناظرات هذه في الداخلية، والتوى مازالوا يعانيوا من نفس المشكلة، والتوى معناها بالحق حياتهم ضايعة، فما شكون مش لاقي باش يعيش صغاره كمان، معناها حياتهم معناها حياتهم تدمرت. معناها ونحكيوا على عدالة انتقالية، خي العدالة الانتقالية هذه مش من أهم زادة معناها الشروط متاعها إنك يقع الاستماع للضحايا. أنا مثلا ضحية من ضحايا النظام متاع بن علي، لكن ولا مرة حد عيط لي ولا سمعني، فقط بعض معناها المنظمات الحقوقية، لكن راهو الأشخاص فهمني راهم قاوموا الدكتاتورية هذه، راهو فما ناس حياتها ضاعت وما عودتش معناها بنات حياتها الى حد الان. معناها انت كيفاش هذايا باش تتعامل معاه؟ كيفاش باش تحكي على عداله انتقاليه وانت عندك ملفات الى حد الان ما زلت مسكر عليها؟ الحقيقه معناها انا عندي تخوف كبير انه هل المسار نتاع العداله الانتقاليه انه يحيد على ما هو متعارف عليه وعلى ما هو صار معناها في العديد من الدول نتاع العالم، فهمتني؟ وكي نحكوا على عدالة انتقالية راهي مربوطة بالقضاء، راهو القضاء إلى حد الآن قضاء غير مستقل، راهو مازال يخدم بالأجهزة متاع بن علي، راهم القضاة اللي فاسدين ما عدا معناها بعض الأسماء اللي كانت واضحة كما محرز الهمامي وغيره وغيره اللي وقعت معناها وقع عزلهم بعد الثورة مباشرة، راهو الجهاز القديم في سلك القضاء مازال يخدم، فما قضاة ترقاو بالعكس معناها بعد الثورة مكانهم الطبيعي بعد انه كان قضاء متاع تعليمات، فهمتني؟ كيف وكيف البوليس متاع التعليمات في وقت بن علي، راهم توا مازالوا يخدموا بالعكس ترقاو. معناها الحقيقة التخوف متاعي معناها يمشي ويكبر في علاقة بالمسألة هذه.